بأقل مجهود الأهلي يؤكد تفوقه على الترجي التونسي ويهزمه 1-0 وينتظر الفائز من الوداد وسان داونز لملاقاته في نهائي البطولة الأفريقية أبطال الدوري بمشيئة الله. كابتن أسامة، الأهلي أعتقد لعب على قد الجيم، فكرة كان اقتصادي وساعده أكتر إن الترجي مش عايز يخش في الأجواء، خلاص هو الترجي راضي بالنتيجة دي، مش عايز يزود السكور. مظبوط، يعني إحنا قلنا من قبل اللقاء خالص قلنا هذا الكلام، إنه صعب على الترجي في الظروف ديت، إنه النادي الأهلي بالحالة اللي هو فيها بمكسبه الكبير 3-0 في تونس باكتمال صفوف وكل الأسباب دي، صعب جدا على الترجي إنه يرجع للمباراة تاني. احنا قلنا هيبقى كل شغل السعدي المساعد أنيس أبو سعيد انه هيحاول يخلي شكل الترجي معقول، يطلع بنتيجة ترضي جماهير الترجي في تونس بعد القلبان الكبيرة اللي على الفرقة والنتيجة السلبية اللي عملوها مع النادي الأهلي في تونس، وبعد كده الكابتن نبيل معلول مشي، فكان كل همه انه يطلع بشكل مقبول وما يتغلبش بنتيجه كبيره. الشوط الاولاني نفس الموضوع، ما فيش خطوره من فرقه الترجي الا غير من الكورنرز. احنا قلنا يمكن لما الماتش الشوط الثاني الوقت بيضيق ممكن يخطروا شويه، لكن بالعكس ده الشوط الثاني بلغوا اكتر في التحفظ وتقريبا كانوا عايزين يحافظوا على النتيجه. ولا تقريبا كره خطر على علي لطفي، يعني تقريبا لم يختبر. بالعكس النادي الاهلي هو اللي مسيطر تماما على الشوط الثاني، بيتنقل الكره بكل بساطه وسهوله، وكان بيخاطر في الثلث الاخير في الوقت المناسب، يعني ممكن بينقل بال 20 تمريره او 25 تمريره وبعدين لحظه صحيح يعمل هجمه خطر زي الكره الحلوه قوي اللي اتعملت بين قفشه ومعلول واحمد عبد القادر، بس احمد عبد القادر خدها فوق العارضه، كان والكره اللي قبليها الكهرباء الطوليه واتحطت لحسين الشحات وطلعت اوت. فالنادي الاهلي كان ممشي الشوط الثاني زي ما تقول انت تجاري، أيوة او يعني اقتصادي يعني هو طلع بنتيجه خلاص تاكد وصوله للمباراه النهائيه، فابتدى يجرب بعض الناس من الدقيقه 70. يمكن احنا كنا نفسنا بدري شويه، وما كناش نفسنا كمان ان مروان عطيه يتحصل على الانذار الثاني، يعني ما كانش ليه داعي، ولكن نزل قفشه وعبد القادر وطاهر وخالد والسوليه، يعني حركوا الفرقه شويه وكان نفسهم مفتوحه عايزين يعملوا حاجه في اللقاء. فالنادي الاهلي كسب بكل اريحيه وبدون يعني صعوبه، واعتقد خد كل اللي هو عايزه من اللقاء وتاكد صعوده للمباراه الاخيره. فان شاء الله يبقى يعني مبروك طبعا لمستر كولر والجهاز وللنادي الاهلي ككل وجماهيره، وان شاء الله نستعد كويس في الماتشات الدوري الجايه للمباراه الحاسمه اللي هي في القاهره ثم خارج ملعبنا بقى سواء مع صن داونز او الوداد. بس مبروك يعني النادي الاهلي، الحمد لله رب العالمين. كابتن هاني الف مبروك، يعني تاهل مستحق للنادي الاهلي. مفيش شك طبعا، النادي الاهلي تقريبا قتل المباراه في الدقيقه 22، الهدف الاول في الشوط الاولاني اعتقد النادي الاهلي قتل بيه المباراه نهائيا، وهو ده كان المطلوب. الحقيقه كان المطلوب لو اتكلمنا او الناس كانت بتتكلم قبل المباراه ان الحسم خلاص انتهى من المباراه الاولى، ولكن قلنا النادي الاهلي لازم ياكد هذا التفوق، وده اللي حصل في خلال 20 دقيقه. تفوق واضح جدا للنادي الاهلي، نادي الترجي ما ظهرش بالمستوى اللي حتى كان متوقع. مزبوط. على الاقل على مستوى الاراده، على مستوى الطموح، ما كانش متواجد في الملعب، هو عايز اقلل الخسائر. النادي الاهلي وصله لده بالجول اللي احرزه الحقيقه. بالزبط. لان لا قدر الله من كره ثابته لو هو تقدم بهدف مثلا الترجي كان هتبقى الامور مختلفه تماما. فالنادي الاهلي عمل الهدف الرئيسي، الحمد لله وصلنا بشكل كويس، وصلنا المباراه النهائيه، حافظنا ولعبنا، يعني لعبنا على قد المباراه بلغه الكوره. صحيح. كان في بعض المواقف كان لازم يعني لازم نجيب جون ولازم نجيب الثاني،
كوره مثلا كهربا، كوره حسين، الكوره الحلوه قوي، كان هيبقى جول الحقيقه، كان حلو. هيبقى جول رائع. صحيح. من لمسه واحده من خمس ست لمسات لاحمد عبد القادر في تقريبا على السكس يارد وشاطها فوق العارضه، فكان هيبقى جول حلو قوي. دي الحاجات. ونخلي بالنا برضو كان في فرصه كرات الثابته، كرات الثابته دايما بتشكل شويه خطوره عندنا النادي الاهلي. فخلاص الملف نصف النهائي انتهى، يعني منتظرين بكره ان شاء الله مباراه الوداد وسان داونز، مين اللي هيكون في طرف النهائي، والحسابات هتكون مختلفه تماما في المباراه النهائيه او المباراتين اللي جايين. مبروك طبعا للنادي الاهلي، كولر ادى وكسب المباراه باقل الخسائر باقل المجهود. احنا لسه طبعا خلال الفتره الجايه مهم جدا ان انت عندك ثلاث ماتشات في تقريبا في 8 9 ايام بالنسبه للدوري، ان شاء الله نحسم كمان ملف الدوري باذن الله إن شاء الله، علشان يبقى كل تركيزنا على المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. فمكاسب مكاسب هقول مكاسب مكاسب بالجمله، يعني يعني بتتكلم على 20 دقيقه خلاص المباراه اتقتلت، بتتكلم خالد كمان عبد الفتاح جوكر لعيب كويس، يعني ممكن جدا في اي وقت من الاوقات بيلعب سيرد باك وبيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال، مجهوده كويس في الملعب. شويه طاهر محمد طاهر لازم يبص لنفسه شويه ولازم يطور من ادائه شويه، لانه عنده الامكانيات ولكن انا شايف ان هو ما بيحاولش يطور من نفسه شويه، فده مهم جدا لانه كان بداياته مع النادي الاهلي كانت مختلفه تماما. ودايما احنا لما بنشوف لعيب من لعيبه النادي الاهلي شويه المستوى بيقل، احنا كمان كفنيين بنبص للعيب دوت، انت لعيب بوتنشال عنده مستقبل كويس، فلازم يشتغل على نفسه كويس قوي في الجزء ده. احمد عبد القادر الناس بتحبه، لعيب كوره كويس جدا، بس الديتيلز الصغيره ديت بتفرق جدا طبعا، فقدان الكوره بسهوله بتفرق جدا، الفرص السهله بتفرق معاه جدا، هو لعيب امكانياته كبيره جدا، لعيب عنده وشفنا ده فيه، لكن الاستمرارية هي الأهم، إنك بتديني 7 8 9 مباريات وممكن مباراة أو اتنين. يعني إحنا دايما مش انتقاد للعيبة النادي الأهلي أكتر منه، إحنا حرصا لأن إحنا شايفين عندهم إمكانيات أكبر من كده بالنسبة على الشكل الفردي، لكن المجموعة كلها اشتغلت بالشكل المطلوب، أدوا المطلوب منهم في المباراة ديت، إن إحنا قتلنا المباراة في الشوط الأولاني. ف مع الجون ده وفرنا مجهود كبير جدا جدا، لك ان تتخيل ممكن 0-0 الترجي ممكن لو في شويه عندنا عدم تركيز ممكن يجيب جون، لكن الحقيقه قتلنا المباراه في الدقيقه 20 وكان خلاص يعني انتهت. المباراه تحصيل حاصل في النهايه وبنبدا نشتغل وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. اللي جاي دوري بقى، اللي يعني جاي دوري مش عايزين ننط يعني لا احنا عايزين نحسن محطه محطه، احنا عايزين نحسن كمان الدوري يعني بالزبط. احنا بالزبط. ان شاء الله باذن الله ثلاث مباريات باذن الله، وانا متفق مع طبعا الكباتن ان احنا هنشوف عناصر وتغييرات خلال المباريات اللي جايه، فالدوري كمان لغايه دلوقتي لازم نحسمه علشان احنا نركز كمان في المباراه النهائيه، و ما يبقاش في تشتيت شويه يعني. صح. عندك كتير مباريات مؤجله لكن احنا مطالبين ما زلنا في المركز الاول على فكره برغم المؤجلات الكتير، ولكن طبعاً ما زال النادي الاهلي في المركز الاول، ما زلنا في المركز الاول، عايزين ننهي يعني الدوري بشكل كمان رسمي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. و يعني الحمد لله ما شاء الله ان فرقه النادي الاهلي ماشيه بشكل اكتر من رائع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كابتن عادل، الف مبروك. وسن الفوز كان مهم النهارده. طبعا يعني ما فيش شك انك انت طول الوقت بتحترم الكره، الكره تحترمك، دي كوره يعني، بمعنى ان احنا انا سعيد النهارده ان احنا كسبت في مجموع المباراتين مع الترجي. وانا عاوز اسال سؤال، هو احنا بنلعب بطوله ايه؟ مش افريقيا طبعا. مش بتلعب قبل النهائي؟ مش أيوه. الترجي ده كان اول مجموعه أيوه. يعني كان اول مجموعه صح. ايوه يعني انا ما بحبش دايما فرقه قويه وفرقه جامده. لا لا يعني انا بص انتاجنا كويس. بص يا كابتن، انا كان اختلافي معاك في حاجه واحده بس، ان انا النادي الاهلي واختلافي مع البعض على فكره وانا قبل الماتش قلتها حلو، انا اختلافي معاهم في ايه او معاك في ايه، ان انا النادي الاهلي كسبان الترجي في الترجي 3-0 حلو. ما تقوليش ان انا ما عملتش حاجه، لا انا عملت، انا النادي الاهلي عملت، بس تقول لي فات شوط ناقص الشوط الثاني. طب ما احنا قلنا كده مختلف. لا 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 معلش، اصل في ناس معلش في ناس قالت ايه، مش معايا انا، في ناس تانية في البعض قالوا ايه، في البعض الريمونتادا ومش الريمونتادا، ده احنا النادي الاهلي
وكسبان بره ارضك 3 مين اللي يجي يكسبك 4 هنا في مصر؟ مين؟ وانت النادي الاهلي؟ عشان ده على جثثنا، علشان عمرها ما بتحصل. اسمعني بقى يا كابتن، علشان ما حدش يكسبك هنا 4 لازم تعمل اللي احنا بنقول عليه، اللي هو لازم تحترم الفرق قوي. ما احنا كلنا كده يا كابتن. لا ما انت عادل، ده كلام متناقض يعني. ليه يا كابتن عادل ازاي؟ هو بس هو دلوقتي النادي الاهلي بيقعد في البيت والفرقه اللي بتلعبه بتخسر منه. لا مش فاهمني يعني ايه اللي قال كده. ايهما اي حد بيقول كده بينتمي للنادي الاهلي، فبينتمي للفكره. ايه هي الفكره؟ انك طول الوقت انت بتحترم الفرق الاخرى. مظبوط. طول الوقت انت مش بتخاف، عمرنا ما بنخاف، بس احنا بندي كل مباراه حقها. صح. لانك انت لاعب مصري، اللاعب المصري دائما. انت لما كسبنا هناك 3 ما عرفناش نكسب 5-6، رغم ان انت انت كسبان 3 ترجي. اسمعني يا كابتن، ولكن ضيعت 3 فرص. صح ماشي عادي، انت مش شرط تجيب كل الفرص يا كابتن. ما دي بقى الفلسفه اللي احنا بنتكلم عليها. ايه هي؟ انك انت تكسب 6 و7 و8، تيجي تلعب الماتش اللي هنا في مصر تكسب 5 و6 و7. لما تلاقي الفرقه اللي انت ملعبها انت اعلى منها، فانت لازم تدوس عليها وتكسب. صح كتير. صح. هكذا لازم تعلم اللعيبه في كل حته. احنا متعلمينها والنادي الاهلي متعلمينها. لكن لما اجي انا اتكلم بص، لما اجي انا اتكلم وانا مش جوه الفرقه بتاعتي، وانا راجل من الجمهور دلوقتي او محلل بحلل الامر، لازم اقول لك المباراه ما خلصتش. لان هو فعلا الكابتن عادل رسائل الناس بره بتوصل للعيبه، وده اللي عايز يوصله كابتن. لو انا النهارده وانت بتتكلم في الاعلام، لو وصلت لا 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 وصل للعيبه لا ان انا من مصر خلاص وصلت. لا مش طبيعينا احنا كسبنا 3 عايز يا كابتن ايمن، ولا نبالغ ولا نقلل من نفسنا. بس كابتن هاني في معطيات، في حاجات بتتقال يعني ممكن نقولها بينا ببعض. كابتن اسامه عارف، كابتن جاري كان بيقول حاجه واحنا كلامنا في الاوضه الملاقه حاجه ممكن جدا. ما هو خلي بالك ممكن جدا، ما هو مارسيل كولر بعد المباراه على طول قال لك احنا نازلين الماتش الثاني 0-0، ما بيقللش من نتيجه 3-0. لا 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 ما بيقللش. حلو، انت بتتكلم على حد قال ان هو الترجي قادر على الريموتادا. حته قادر على الريموتادا دي يعني بالنسبه للنادي هي المعطيات. لو انت لو مش ممكن ابدا كابتن ايمن، في مواقف في الكوره بتبقى صعبه جدا. ماشي، احنا بنتكلم عندنا ثقه في لعبتنا، لكن تخيل انت اول 10 دقايق جه جون فينا واحده، تخيل قبل الشوط ما يخلص ضربه جزاء. أي. دخلت في حزبه بيرم. ايوه، كره القدم علمتنا ان ممكن مظبوط كل حاجه. خلينا اكمل فكرتي يا كابتن، بس الرسائل اللي بتوصل ليه، وده انا شايف ان ده عمليه صحيه، ما فيش عندنا مشكله انك بتوصل الرسائل حتى لجماهيرك حتى لعيبتك، لان في بعض يعني كلنا يعني خلي بالك مختلفين. ممكن جدا الجهاز الفني يطلع ويتكلم، والكابتن سيد عبد الحفيظ يطلع ويتكلم، وتكون الامور هتلاقي 3-4 لعيبه يا جماعه ده الماتش كده كده خلصان وبتاع. اكمل لكم بقى، المشكله مش في دي، المشكله ان احنا على طول كسبنا المباراه 3-0 نتيجه كبيره جدا، لكن ما وصلناش. ايوه ما وصلناش، لسه عندنا شوط تاني. يا كابتن هاني خلينا نكمل يا كابتن، حطينا قدم في المباراه بس تمام. ما قلناش ان احنا وصلنا. ممكن اكمل الفكره اللي كنت بقولها عشان انتوا خدتوا نص فكرتي. ممكن اكمل الفكره بعد اذنكم. اكمل الفكره بعد اذنكم. اكمل الفكره. اتفضل يا كابتن. هو انا دلوقتي لما جينا اتكلمنا في المباراه بعد ما خلصت، ايوه انا كنت قاعد هنا في الاستوديو. مظبوط. قلت لك الشوط الاولاني خلص، وقلت لك احنا ما وصلناش. صح. طلع الراجل اللي بيدرب الفريق قال نفس الكلام. قال نفس الكلام. احنا قلنا كده. طلع لا طلع كابتن التيم محمد الشناوي قال نفس ماشي. الكلام ماشي. هو ده بتتقال لي. حتى انت لو ما بتلعبش حد، حتى لو بتلعب فرقه صعبه جدا للغايه، كره القدم كده. طب اسالك سؤال، الماتش الاولاني كان كام؟ 3-0. الماتش الثاني كام؟ 1-0. طيب لا لا يا كابتن عادل، لا لا ما تاخدهاش كده. لا لحظة، لا لا تعالى لي بقى، الماتش الأولاني كان فين؟ كان هناك بس كده. مين اللي هيجي هنا في مصر يكسبك 4؟ أيمن يا كابتن، يا كابتن أنتوا خلي بالك الاثنين متفقين في نفس النقطة. بس بيقولوها بس أقول لك، هي زي ما الكابتن هاني قال، دي حالة صحية إنك بتوصل للعيبة وللناس عشان تفضل في نفس الكيس. إحنا علشان أكمل لك كابتن، بس أكمل بس ثانية واحدة. ما أنا كل ما أجي أكمل بتبوظوا أفكاري. لا مش هنبوظ أفكاري. بص كل ما أنا أقول حاجة أنا معاك، وخليه يكمل فكرته. أنا معاك ماشي. في فرق انك تعرف قيمتك
كنادي اهلي وانت حالتك الفنيه دلوقتي وانت كسبان خارج ملعبك بنتيجه كبيره وفي فروق واضحه وكسبان 3-0 وكمان المنافس بتاعك انت بتقيم فني انت شايف المنافس بتاعك في مشاكل ده اللي بقوله كابتن في لخبطه في فاحنا إيه؟ بنتكلم في ايه بنقول ان الاهلي خلاص تقريبا وصل للنهائي لكن ده مش معناه ان احنا بنقول للعيبه العبوا باستهتار ولا العبوا بدون تركيز خالص ولا بس احنا يعني اكمل بقى افكاري عمالين تقطعهم دلوقتي احنا متفقين على ان كل الكلام ده صح وكلام ده مظبوط انا دلوقتي انا بعلم اجيال في النادي الاهلي وانت نادي كبير ليه انت نادي كبير عشان علمت اجيالك من الصغر ان هي ما تخسرش تكسب ان هي لما تكسب في فرق لما بتكسب بطوله بتنام وبتركن لما بتكسب مباراه بتعتمد عليها لكن احنا بنتكلم طول الوقت احنا نكسب النهارده نرمي البطوله عشان كده ناخد البطوله اللي بعديها أي. تكسب الترجي تقول لا لسه عندنا ماتش تاني عشان تكسب انت بتدي رسائل للاجيال اللي بتتفرج عليك من اللعيبه الصغيره بتاعه النادي الاهلي مظبوط اللي هو انت بتعمل ايه ان انت طول الوقت بتدي كل مباراه حجمها الحاجة التانية المهمة اللي أنا عايز أقولها لك أنا لو يعني مثلا أنا بقولت لك أكتر من مرة أنا زعلت جدا إن أنا ما جبتش الإجوان اللي ضاعت هناك صح. دي برضو رسالة بديها للولاد الصغيرين اللي موجود في النادي الأهلي لأنك لما تيجي تكسب اكسب أكتر حاجة ممكنة لأن كرة القدم فيها قسوة بيبقى في قسوة عليك أحيانا ولكن في آخر الأمر كل اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اللي مخلي النادي الاهلي كده صح. عارف يا كابتن الكلام اللي انت بتقوله لي انت نفسك بتحلها يعني انت بتقول لي في دلوقتي مش معناها ان احنا بنخاف لا احنا ما بنخافش بس كل الحرص اللي انا كنت بتكلم عليه ده هو اللي اداك النهارده انك تطلع في مجموع المباريتين 4-4 طب انا اقول لك حاجه الترجي ده فرقه كبيره جدا طبعا. الترجي ما فيش حد يقول يعني انت لو 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 المباراه دي ما اتلعبتش قلت الترجي بتلعب في قبل نهائي افريقيا فقلت مجموع المباراتين 4-0 ايوه حد هيصدق الامر لما يشوف بعينيه لما مستواهم نازل مستواهم مش نازل ولكن انت اللي اجبرت فرقه الترجي مستواها ينزل بالشكل ده انت اللي استغليت الموقف هناك واستغليت وجبت 3 أهداف هناك فاللي انا عايز اقوله طول الوقت خليك انت بتبقى قوي احنا بنكسب الدوري قبليها وكنا وانتوا لاعبين كسبنا الدوري قبليها بثلاث اربع اسابيع لو فاكرين رحنا لعبنا جمهوريه شبين اتعادلنا احنا حاسمين الدوري كان فاضل 4 ماتشات اتعادلنا ماتش ايه اللي حصل قال لك شمس الاهلي غابت ايوه وانت واخد الدوري انت نادي علشان مربي ولادك على كده لما بيجي فترات على النادي الاهلي ما بياخدش بطولات بيبقى فيه مجموعة لاعبين جواه ها ما بيتقبلوا الهزيمة صحيح. أو تقبلوا الأهداف اللي بتخش فيهم أنت لازم طول الوقت يا كابتن أسامة كل المباريات تبقى ومدربنا الكبير وعمنا في التدريب الكابتن محمود الجواري كان بيعمل كده كان لازم ما قلناش غير كده لازم اصل انا اخلي لك يعني ما قلناش غير كده احنا متفقين مع اللي انت بتقوله خلي بالك مع الاسلوب خلي بالك مش على مستوى الاعلام واحنا كنا في النادي الاهلي لما كنا بيمر علينا كده احنا بعد الماتش مش بعد الماتش اللي هو تاني يوم احنا واحنا خارجين فوت اللبس لسه يا جماعه ما وصلناش خلاص يعني ده الموجود وده اللي بيتقرر وده الحاله الصحيه اللي لازم كل الاجيال تبقى عايشه عليها احنا ما بين يعني زي ما بتقول كده كمان احنا ما بنخافش قوي لكن احنا بنحترم قوي بالظبط آه بس كده بالظبط في نفس الوقت بالزبط. انت بتستعد لكل مباراه وده الشيء الصح احنا بنتكلم كلنا في حته واحده وكلنا متفقين على هي نقطه واحده اللي بنتكلم عليها صحيح. صحيح كابتن اسامه الف مبروك للمره ال 16 النادي الاهلي يتاهل لنهائي افريقيا اخذها 10 مرات ومنتظرين 11 ان شاء الله باذن الله الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وكل منظومه كره القدم في النادي الاهلي مبروك ايضا لجماهير النادي الاهلي اللي دايما مسانده وداعمه للفريق دي المره الرابعه على التوالي النادي الاهلي ان شاء الله يكون في النهائي الافريقي والمره 16 في تاريخ النادي الاهلي يعني ارقام وارقام يعني يفتخر بها كل اهلاوي
ان هو بيشجع نادي كبير ونادي عظيم. وانت بتكسر ارقامك خلي بالك طبعا. يعني مفيش حد تاني النادي الاهلي انت بتكسر ارقامك بينافس نفسه بينافس بالظبط سواء في مصر او في افريقيا على المستوى الافريقي. فانت بتتكلم على المره الرابعه على التوالي جيل محترم، جيل اتكون من حوالي 4-5 سنين هذا الجيل. كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وكل القائمين على الكوره اشتغلوا ازاي يعملوا تيم قوي، زي بفتكر ايام 2005 لما النادي الاهلي عمل تيم قوي وقدر 2005 و6 ما على فكره 2005 2006 2007 2008 وصل النادي الاهلي برضو للنهائي بطوله افريقيه 4 مرات ورا بعض اخذ 3. 2008 كانت المره الرابعه لقطن الكاميروني، يعني تفاؤلا باللي احنا بنمر فيه يا رب ان شاء الله. اديك حاجه برضو تفاؤلا بالارقام، النادي الاهلي كل ما بيكون متواجد في الدور قبل النهائي وبيفوز ذهابا وايابا بتكون بطوله افريقيه من نصيبه يا رب ان شاء الله. 2005 النادي الاهلي فاز على الزمالك كان موجود في الدور قبل النهائي ذهابا وايابا، كانت المباراه في استاد الكليه الحربيه ولعبنا الفاينل وقتها امام النجم الساحلي وكسبنا البطوله. في 2019 النادي الاهلي كان امام الوداد كسبنا هناك في الوداد 2019 الجيل دوت كسب الوداد هناك 2-0 وفي القاهره 3-1 وقدر يكسب الزمالك في المباراه النهائيه. في 2021 الاهلي فاز على الترجي بقى اللي كان طرف في المجموعه دي، فزنا على الترجي هناك 1-0 وهنا 3-0 وقابلنا كايزر تشيفز في المباراه النهائيه وقدر النادي الاهلي يحصد اللقب. فالحمد لله تفاؤلا كده بالارقام السنه دي تكون وش الخير، الاهلي بيفوز برضه في الدور قبل النهائي على الترجي رايح جاي، فان شاء الله تكون المباراه النهائيه ايا كان الموجود الوداد او صن داونز يكون ان شاء الله البطوله من نصيب النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي مجمل الماتشين الاهلي احترم الترجي بلغه الكوره، درس الفريق بشكل كويس، كولر كان موفق في كل التشكيلات اللي حطها سواء هناك في الترجي او هنا في القاهره. الفرقه احترم الترجي بمر بظروف لكن اخر فتره، لكن دايما الفرق الكبيره بيبقى ليها استفاقه، لكن النادي الاهلي علشان احترم الترجي قدر انه يعمل الشكل الحلو ده، ما حسيناش بالترجي ولا في تونس ولا في القاهره. الاهلي كان ليه السيطره، ليه الافضليه، الاستحواذ، الفرص كنا ممكن نشوف النهارده فرص ثانيه في المباراه. الحاجه بس وانا ببص واحنا كسبانين وصل للمباراه النهائيه، الحاجه اللي مزعلاني من كولر كان يجب ان مروان عطيه يكون موجود يعني بدري شويه بره عشان الانذار الثاني. هي دي الحاجه وانا فرحان ومبسوط للنهائي. دايما الاهلي بيبص على المستقبل، انت عندك حمدي فتحي عنده انذارين، عندك مروان عطيه عنده انذارين، هتلعب المباراه الاولى فيها تخوف شويه، طبعا كل واحد بيلعب هو خلاص ناس ان عنده انذارات، لكن بتلعب بنفس كل قوتك. انا عايز الشكل الحلو ده اشوفه مع الاهلي في الماتشين اللي جايين ان شاء الله، سواء بتلعب المباراه الاولى في القاهره والمباراه الثانيه خارج الملعب. فانا عايز كل اللعيبه كل الادوات بتاعتي، فهي دي النقط التفاصيل اللي دايما بتبقى صغيره يعني محتاجه تركيز اكبر. صحيح. لكن الاهلي كان الافضل في كل حاجه، بنشكر ذهابا وايابا طبعا، وعلشان كده الاهلي احترم الترجي مزبوط. واحترموا هنا وهناك، بنشكر كولر. التفاصيل الصغيره اللي كنا بنتكلم فيها برضو حته ياسر ابراهيم ولا متولي، لا هو اختار ياسر ابراهيم زي ما لعب في ماتش الرجاء هناك، ياسر ابراهيم كان الاقوى. بنشوف النهارده علي لطفي بيظهر بشكل كويس، كلين شيت برضو استمرارا للي كان محمد الشناوي عليه. فالنهارده من ضمن الافضليات اللي اداها كولر للفريق وكنا بنقولها من اول الموسم وكان بعض الناس بتنتقده وكان هو صح للحظه اللي احنا فيها، هو عمليه تدوير اللاعبين. بنشوف دلوقتي كل لاعبي النادي الاهلي ما يقرب من حوالي 22 او 23 لاعب كله موجود في حسابات كولر، كله بيشتغل، كله عايز يقول انا موجود ايا كانت الفرصه، سواء بدايه المباراه او في جزء من الوقت بتلاقي كل اللعيبه في حاله تنافس. وهو ده الشكل اللي دايما بيؤدي لنجاح الفريق، انك انت بتعمل حاله تنافسيه داخل الفريق. محمد مجدي قفشه بيبعد فتره بيبدا يشتغل علشان يرجع النهارده، احمد عبد القادر كان فتره بيلعب اساسي تلاقيه بيقعد، يدخل حسين الشحات يتوظف مكانه ناحيه الشمال، بيرسي تاو كان قاعد بدا يرجع. فحاله التنافس داخل الفريق ده اللي دايما بيخلق افضليه للفريق. كنا بنشوف عبر السلية اساسي ومارون عطيه بره، مارون عطيه اللي جاي جديد بيتاقلم ويبدا يثبت اقدامه ومكسب كبير طبعا مع ديانج مع حمدي فتحي مع عبر السلية. كل التنافس داخل الفريق ده بيصب في مصلحه الفريق. بنقول مبروك للنادي الاهلي، ارقام كبيره، لكن دايما الاهلي
بفرح بمباراه، بفرح بالتاهل بدور، ان انا اصعد للدور اللي بعديه، لكن في النهايه الاهلي بيفرح بطل. لما بيشيل الكاس صحيح. يعني الفتره اللي جايه فتره مهمه، انت يعني تعب الموسم كله يعني منصاب في شهر مظبوط. شهر عندك فيه بطوله تحسم الدوري. دوري ان شاء الله المباريات مهمه الله. انك ازاي تعمل عمليه التدوير بشكل كويس، اللعيبه لازم تقفل على نفسها، تعرف ان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، هو ده حصاد الموسم بقى صحيح. بطوله الدوري وبطوله النهائي الافريقي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعني نشوف بقى بكره مين، سواء الوداد او سان داونز، ايا كان ربنا بقى هيكتبه لنا مين يكون الافضل. ان شاء الله يكون الاهلي موفق، وحاله لعيبه النادي الاهلي وكولر في المباراه الختاميه تكون يعني بشكل جيد ان شاء الله. الله. كابتن اسامه، المكاسب بالجمله طبعا. ولكن اهمها من وجهه نظرك أمل ما حصلش اصابات، الناس طلعت كلها سليمه الحمد لله. عودة يعني فرحت انا بمشاركة قفشة رغم انه لعب 20 دقيقة بس، لان انا واحد من الناس هفضل اقولها انه قفشة من اللعيبة المهمين جدا. كل واحد بيمر بظروف يعني بيبقى مستواه بيقل في فترة، كلنا مرينا بالظروف ديت، وساعات بتبقى متفوق قوي شايل. هو بعد الفترة اللي فاتت قوي، النهاردة خد يعني ابتدى يدخل في الموضوع في ال في ال مثلا حاله الثقه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها والسيطره في الاداء، ما فيش توتر. صحيح احنا قلنا انه الترجي ما كانش عنده النيه اساسا، ولا كان قادر، مع احترامنا لتاريخ الترجي الكبير طبعا، انه يهاجمك بشراسه او يخوفك في اللقاء. هو كان بس حريص انه يبقى محافظ، انه اقل الخسائر ويحافظ على الايه الشكل المعروف عن الترجي، انه ما يتغلبش كتير، انه ما يتجرحش في كرامته زي ما بيقولوا، يعني انه فرقه كبيره. لكن مع ذلك النادي الاهلي بيتناقل الكره بكل سهوله، فدي برضو من الحاجات المكتسبه، انه الكره ما بتضيعش بسهوله، بتنقل في اوقات توصل ل 25 نقله واكثر من 25 نقله صحيح. تمرير سليم، ما كانش فيه تمرير كتير خاطئ النهارده، دي برضو من المكاسب. تثبيت التشكيل برضو من اهم مكاسب في الفترات الاخيره كلها. احنا قلنا وقلناها كتير في استوديوهات قبل كده، كانت التغييرات في اول السنه كتير. كانت كتيره قوي، يعني ممكن كل مباراه كنت بتلاقي خمسه سته متغيرين، واحيانا بتلاقي خط كامل مثلا بيجيد، وتلاقي الماتش اللي بعده ما بيلعبوش خالص. فلا الفرقه بقى ليها شكل، يعني تقدر دلوقتي جمهور قال لو سالته هيقول لك بنسبه 9 من 10 لعيبه، سيبك من حراسه المرمى لانه هو الشناوي طبعا رقم واحد، والنهارده لعب علي لطفي يعني ربنا يوفقه، لكن انا بتكلم على 10 اللي في الملعب. لو انت سالت دلوقتي اي حد من جمهور الاهلي على الاقل منهم 9 أو 8 هتلاقي كل جماهيرنا زي فترات كتيره في تاريخنا. لكن كانت في فتره الناس مش عارفه مين اللي يلعب راس حربه، مين اللي يلعب ناحيه الجناح اليمين، مين اللي يلعب ناحيه الجناح الشمال، هل هنلعب باتنين في نص الملعب ولا ثلاثه، هل اسمه ده ياسر اللي هيلعب ولا مش هيلعب خالص حد تاني، يعني كان في كده. فدي برضو من الحاجات اللي مخليه في بقى في شكل للفريق، يعني انت من ضمن المكتسبات ثبات التشكيل وثبات الطريقه، في قوام للفريق وفي شكل واضح للفريق. ما هو اي فرقه بيحصل فيها اسمه روتيشن او التدوير ده، وبيحصل فيها ناس بتخش وناس، لكن ده ما بتدورش في 11 واحد بس مزبوط. بس في قوام للفرقه أساسي. فدي برضو من المكاسب ان الاهلي محافظ على صحيح. قوام الفرقه، ففي مكاسب كتيره جدا النهارده. ان علي لطفي شارك، ما هو برضو في فتره كان الناس بتطالب انه لازم حد، مش هنقول ان الشناوي هو رقم واحد، ولكن على الاقل يبقى في اطمئنان لو الشناوي حصل حاجه ان ممكن حد يلعب يشيل. ايوه انه فين الفرصه لعلي لطفي او شوبير او اي حد، حمزه او اي حد هيلعب،
انه لو حصل حاجه مين اللي هيشيل ورا الشناوي. فبرضه كويس ان علي لطفي لعب. ففي مكاسب كتيره خدناها من المباراه النهارده الحمد لله. الحمد لله. الخساره الوحيده زي ما اسامه قال يعني انذار الثاني للمروان، هيبقى في خطوره شويه في الماتش الاولاني سواء لعبت صن داونز او الوداد يعني. طيب تعالى نروح مره اخرى لاستاد القاهره ومعانا زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد ده بجد اتحاد طبعا بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، بعد فوز النادي الاهلي على الترجي بهدف مقابل لا شيء وصعود النادي الاهلي رسميا الى المباراه النهائيه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي ارحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مليون مبروك، مباراه صعبه جدا، اصعب من المباراه الاولى، لكن دايما بنقول ان دايما الاوقات الصعبه بتظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فوز غالي جدا اكيد، المباراه الاولى وفوز بثلاثه اهداف ادى ارتاحيه اكتر للاعبين، ودي المشكله اللي كنتوا شغالين عليها ان انا ما سهلش الدنيا بالنسبه للاعبين، لكن النهارده الفريق قدر يصعد للمباراه النهائيه. طبعا تحياتي الكابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت مباراه مهمه، مباراه كبيره، احنا ما كنا عملنا خطوه نحو النهائي لكن لسه ما حسمناش يعني البطوله، وده يمكن الراجل فكر فيه يعني. يمكن الحمد لله بنلعب النهارده برده فول تيم، كان ناس متخوفه برده الحته ده بتاعت مثلا حمدي فتحي او الناس اللي عندها انذارات يعني، لكن الحمد لله اعتقد اللعيبه بقى عندها من الخبرات اللي هي تقدر تتعامل في المواقف اللي زي ديت يعني. لكن كان الاهم بالنسبه لنا ان احنا نتاهل الحمد لله، الاهم بالنسبه لنا ان احنا نحقق مكسب، وده برده كان حاجه في هدفنا. الحاجه الثانيه اللي احنا نحافظ على شباكنا برده وتدينا ثقه، فاعتقد الحمد لله كل الامور مشيت الحمد لله بشكل كويس النهارده، والحمد لله النتيجه والتاهل ان شاء الله خطوه بالنسبه لنا، وان شاء الله نحقق بطوله ان شاء الله تكون غاليه لينا ولجمهورنا باذن الله. كلامكم عن اللاعبين كلام مستر راسل كولر، كلامه بالامس في المؤتمر الصحفي كان عنده تخوف من المباراه وضرب امثله بفرق ممكن ترجع تاني، وقال ان فريق الترجي ممكن يقدر، ودي من الامور اللي كان حريص جدا ان هو ينبه اللعيبه ليها، وبالتالي لعب بالتشكيل، وكان بعض الامور بتقول ان الاهلي ممكن يعمل تعديلات، لكن فضلت ان انتوا تلعبوا بالقوام الاساسي لفريق النادي الاهلي. طبعا خلينا نتفق برضو ان فريق الترجي فرقه كبيره عندها لعيبه مميزه وعندها خبرات كبيره جدا في افريقيا، ممكن الكره فيها متغيرات كتيره جدا يعني، ظروف الماتش ممكن تساعدك، ظروف الماتش ممكن لا قدر الله تبقى في ضدك يعني، لكن الحمد لله زي ما انت قلت الراجل اتكلم في النقطه دي بشكل مهم جدا، واعتقد الحمد لله اللعيبه استوعبت الدرس ديت، وكانت الحمد لله النتيجه الحمد لله يعني التاهل يعني. كابتن سامي مش هنتكلم على المباراه النهائيه، لسه في مباراه منتظره ما بين الوداد وصن داونز، لكن لسه مشوار الدوري عندك ثلاث مباريات قبل مباراه الصن داونز او مباراه الوداد، شايف استعدادكم وان انا بفصل ما بين بطوله افريقيه ومباراه الدوري ازاي؟ يمكن هو ده اللي دايما بنتكلم فيه يعني، ان الراجل دايما بيتكلم ان اهم مباراه بالنسبه لنا هي المباراه القادمه يعني، زي ما انت بتقول يعني كمان اربع ايام عندنا مباراه مهمه، يمكن في بطوله كبيره بالنسبه لنا وتحدي كبير بالنسبه لنا خصوصا بعد اخفاق السنتين يعني، فاعتقد الحمد لله احنا ماشيين بخطوات منتظمه فيها، عندنا ثلاث مباريات تقربنا بشكل كبير جدا ان احنا نحسم الدوري، فاعتقد الحمد لله التركيز فيها بشكل 100%، ولحد ان شاء الله ما نتحدد المنافس اللي لينا في النهائي ونقدر نشتغل عليه كويس، وان شاء الله يكون عندنا حظوظنا ان شاء الله كبيره باذن الله. كابتننا في الاستوديو التحليلي الكابتن اسامه عرابي، الكابتن هاني رمزي، الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، اتكلموا في نقطه مهمه جدا، اجاده النادي الاهلي وان مستر مارسيل كولر لا ضلته في طريقه 4-3-3 وعنده العناصر في نص الملعب اللي تقدر تحقق له اي تحول تكتيكي في الملعب بطريقه 4-3-3 او 4-2-3-1. يمكن هو الراجل يمكن الحمد لله يمكن لعبنا بكذا طريقه لعب يعني، يمكن في بدايه الموسم لعبنا 4-2-3-1 زي ما انت قلت، وبعد كده لعبنا 4-3-3، يمكن ادتنا افضليه في ماتشات كبيره. هو الراجل بيتكلم وبيمرن اللعيبه على طرق اللعب المختلفه، ممكن خلال الماتش برضو تقدر تشتغل في كذا شكل يعني، واللعيبه عندها الحمد لله من المرونه اللي هي تتعامل بشكل كويس يعني، زي ما انت قلت ادتنا افضليه في مباريات كبيره، وبرضو في بدايه الدوري 4-2-3-1 ادتنا افضليه، فاعتقد الحمد لله ان الراجل بيشتغل على كل الطرق وان شاء الله الانسب بيختاره لكل مباراه يعني. اخيرا يا كابتن سامي، ايهما يفضل الكابتن سامي على المستوى الشخصي، صن داونز ام الوداد في المباراه النهائيه؟ انت بتتكلم وانت خلاص انت في المباراه النهائيه ومنتظر الفائز من الوداد وصن داونز، ايهما تفضل؟ بص يعني خلينا اكون صريح معاك، طبعا يعني فرقتين كبار، فرقتين عندهم خبرات كبيره جدا يعني، صن داونز فرقه كبيره وعندها مدرب مميز جدا وبيكملوا مسيره بقى لها فتره كبيره جدا، الوداد فرقه كبيره عندها تاريخ كبير، يمكن البطولات الاخيره ديت محققها عمل اداء كويسه، لكن يبقى النادي الاهلي هو بطل افريقيا واكثر فرقه حاصله على البطوله، اعتقد يعني ان احنا ان شاء الله نركز في نفسنا اكتر ونستعد اكتر بشكل كبير جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله نستنى اي فرقه ان شاء الله. شكرا يا كابتن سامي، وباذن الله نبارك لكم في النهائي والفوز بالبطوله.
طبعا كابتن ايمن دخل لقاء مع الكابتن سامي قمصان عقب نهايه اللقاء وصعود النادي الاهلي رسميا الى المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. الكابتن سامي اتكلم عن المكسب المهم وكان لابد النادي الاهلي ياكد تفوقه النهارده. اتكلم عن المرحله اللي جايه، اتكلم برضو عن الخصم او المنافس اللي يتمنى وجوده معاه في المباراه النهائيه، ولكن هو قال النادي الاهلي اي حد يلعبه في النهائي النادي الاهلي ان شاء الله جاهز وقادر باذن الله على احراز اللقب. كابتن هاني طبعا مفيش حريه اختيار، يعني مفيش حريه اختيار الفريق اللي ممكن تتقابله في النهائي، ولكن لو عندك حريه التمني عادي تحب تلعب مين في النهائي؟ اي حد برضو طبعا. لا مش عايز الاجابه اللي هي الدبلوماسيه. طيب نتكلم فنيا شويه. نتكلم فنيا على المستوى الفني كل الناس بتتكلم ان فريق صن داونز افضل فنيا. وانا متفق مع وجهه النظر دي ان فريق صن داونز افضل فنيا، ولكن النادي الاهلي في النهائيات زي ما بقول لك المباراه النهائيه او الماتشين النهائيين لها حسابات اخرى. وانا في اعتقادي اتصور ان لو الوداد في المباراه النهائيه هيكون اشرس من فريق الصن داونز. طب ليه؟ بناء على ايه بتقول؟ بناء على ان كل التوقعات راح على الصن داونز. كويس. كل الناس بتتكلم لو فريق الوداد حقق المفاجاه وفاز على صن داونز في جنوب افريقيا هيبقى اكتر شرسه في الفريق. دي دوافع قويه جدا. دوافع قويه جدا ان فريق بيتاهل للمباراه النهائيه بعد طبعا الفوز على صن داونز والنتيجه كانت على ارضه 0-0، فدي دوافع قويه جدا. فريق صن داونز مع النادي الاهلي وهيكون مباراة صعبة. يعني أنا في رأيي لو مباراة الوداد، لو الوداد هو الموجود في النهائي هتكون المباراة على المستوى الفني أصعب شوية من صن داونز، بالرغم إن فريق صن داونز أصعب من صن داونز، لأن هتحط هيبقى الضغوط كبيرة جدا جدا ونادي الوداد مش هيلعب تحت أي ضغوط. لما اتسأل المدير الفني لصن داونز هو عمل إيه؟ شال الضغوط من عليهم، قال لك مش أنا الفريق المرشح للفوز بهذه البطولة. أيوه مظبوط؟ مظبوط. فهو بيرفع الضغوط. لو صن داونز بيلعب النادي الأهلي أنا في اعتقادي على المستوى الفني نقدر نتعامل معاه. إحنا النادي الأهلي عندنا والناس ودايما ما بحبش أبص للنتائج اللي قبل كده سواء بالخسارة أو بالفوز، يعني مش خسارة 5 وبعدين كسبناهم. المباريات ديت بيبقى ليها حسابات مختلفة. بس دي ما بتأثرش نفسيا في يعني بالنسبة لبعض اللعيبة؟ لا 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 لا، أنت بتتكلم لو بتتكلم بروفيشنال مفيش حاجة اسمها نفسيا ولا لا، الحاجات دي انتهت في الكورة. التاريخ بيتقفل، عندك ثقه في نفسك، لكن بالعكس ممكن جدا تبقى دوافع اكتر ان انا كمان اثبت وجودي. ايه فريق صن داونز فريق كويس، فريق محترم، فريق بيلعب كوره حلوه. عنده بعض المشاكل في النواحي الدفاعيه لكن عنده قوه هجوميه بشكل كبير جدا. مباراه هتبقى ممتعه. فريق الوداد لو حقق المفاجاه هيبقى عنده الدوافع الكبيره جدا جدا والطموحات الكبيره، وانت عارف كمان جماهير طبعا الوداد في ملعبه عامل ازاي. المباراه هتبقى صعبه فنيا. لو بنتكلم فنيا، لا فنيا المباراه على المستوى الفني امام صن داونز اصعب شويه من الوداد طبعا. على المستوى الفني كافراد وكمجموعه وخاصه الجزء الهجومي للفريق صن داونز. على مستوى لو بتتكلم على مستوى الرغبه والطموحات، لا هتكون طموحات الوداد لو فاز على صن داونز هتبقى طموحاته كبيره جدا ودوافعه كبيره جدا. ملعبه كمان ملعب صعب، مش سهل انك تلعب هناك المباراه الثانيه المباراه النهائيه. فكلها عوامل هنحطها على جنب ونقول اي حد. بس من وجهه نظرك مين الاقرب دلوقتي؟ الاقرب بعد التعادل السلبي في المغرب، انا اعتقادي صن داونز الاقرب. يعني مباراه بكره ممكن تكون لصالح صن داونز الا لو حصل مفاجاه. فريق الوداد فريق كويس ولكن صن داونز على المستوى الهجومي افضل. الوداد يعني كان عنده بعض الفرص الكبيره في المباراه الاولى لكن ما استغلهاش. كمان صن داونز يمكن احرز هدف وكان بدايه تسلل وكان عنده بعض الفرص. فالمباراه اكيد مباراه صعبه للفرقتين حتى على صن داونز. لكن انا بكلمك كل حط بقى كل ده على جنب، انت النادي الاهلي وده اللي اتكلم فيها الكابتن سامي قمصان. احنا ما بنبصش مين هو لما نقول صن داونز خايفين من صن داونز، لا خايفين من الواد، لا بس بنحترم دوت طبعا. نتكلم فنيا شويه، ممكن ده يكون افضل، لكن هتيجي في الاخر شخصيه البطل هي اللي بتحسم الامور. كتير جدا من مباريات وخاصه الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت ما كانش ريال مدريد هو الافضل على المستوى الفني، ولكن فرض شخصيته كشخصيه البطل في مباريات كتيره جدا جدا. النادي الاهلي هو دلوقتي شكل ريال مدريد، والناس ده بتتكلم مش كلامي انا، كلام من ناس
حتى من بره او ما بيشجعوش حتى النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده شخصيه البطل. فدلوقتي النادي الاهلي موجود في النهائي، الحسابات ديت للانديه الثانيه. النادي الاهلي موجود في النهائي ان شاء الله باذن الله، طالما الاهلي موجود في النهائي يبقى اكيد كلنا بنتمنى. والترشيحات الاكبر للنادي الاهلي ايا بقى كان، سان داونز، بتتكلم على الوداد، بتتكلم على الرجاء، بتتكلم مع احترامي لكل الانديه، ولكن يبقى النادي الاهلي بتاريخه بلعبته بالاحترافيه اللي الناس كلها شغاله بيها بيكون هو المرشح الاول على مستوى البطوله. ان شاء الله. وانت المدير الفني تتمنى تقابل مين؟ ما انت بتهرب. اقابل مين؟ الترجي. لا وانا يعني الحسابات دي طبعا زي ما بقول لك، انا 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 واكيد كولر خلاص بقى شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي يقابل اي فريق في النهائي وان شاء الله يكون ال11 بتاعتنا باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل. طبعا يا كابتن، خلينا نتكلم ان في كل فتره من الفترات في فرقه في افريقيا حتى لو منتخبات او انديه بتبقى عندها طفره وطفره كبيره. احنا لازم نعترف ان سان داونز عندها الطفره دي دلوقتي، افضل فرقه في افريقيا في الناحيه الهجوميه وناحيه نص الملعب. عندهم صعوبه جدا مع انك انت تلعبهم يعني بطريقه ان هم اولا بيلعبوا كره حديثه، كلهم تحت الكوره بيلعبوا كره قصيره، عندهم كره جميله، عندهم اكثر من 6 لاعبين على اعلى مستوى، يمكن من لو انت صنفتهم تلاقيهم 4 لعيبه منهم من افضل لعيبه افريقيا في الوقت الحالي. فانا اتمنى ان انا ما اقابلش سان داونز في الوقت ده. يعني انا لو انا اللي من وجهه نظرك انت انا الوداد، اختار الوداد في الوقت ده. ليه؟ لانه سان داونز من الفرق اللي هي حتى كمان الكيمياء بتاعتها مع فرق بتلعب بطريقه كويسه. يعني سان داونز اتفرج عليها لما تلعب افريقيا السمراء اللي هي الانديه يعني ممكن تلعب الفرق اللي زي مثلا لعبه القطن مثلا والحاجات دي، تلاقيهم او الهلال تلاقيهم لعبهم سهل جدا، لكن لما بيلعبوا مع شمال افريقيا بالذات بتلاقيهم حاجه تانية خالص مختلف. خلينا نعترف ان هم اداء افضل اداء في البطوله افريقيا الحاليه. تمام، المدرب لما اتكلم وقال لك انا مش مرشح للبطوله فده شغل مدربين، شغل تكتيكي. سان داونز بيعد نفسه كويس قوي للبطوله دي. يمكن المباراه اللي لعبها مع المغرب في المباراه الاولى تثبت لك ان هو فرقه كويسه. لعب معنا في القاهره كان فرقه كويسه وبتلعب كوره وبتطلع من تحت وعندها الفكر التكتيكي عالي جدا، عندهم المهاره الاساسيه عاليه. ولكن في الاخر انا الاهلي برضو في نفس الوقت انا محتاج ان انا الاعب الفرق اللي هي في الوقت الحالي تناسب لعبي. سان داونز في الوقت الحالي بيتعب اي فرقه تلعب معاه في شمال افريقيا، لدرجه ان لما لعبوا قدام الوداد في المغرب طرد منهم 2 لعيبه وكانوا هيروحوا يجيبوا جون. وبرده عندهم الحته، عندهم حلول كتير قوي رغم ان هم عندهم 2 مطرودين في المباراه وهيلعبوا الاياب مع الوداد. انا بقول لك يعني وجهه نظري ان ممكن يكسبوا الوداد بسهوله يعني ويوصلوا للنهائي. ولكن في الاخر اتمنى الفرقه اللي تجيلي في الوقت الحالي فرقه اقدر ان انا سان داونز اي حد البطل يجيله اي حد، ولكن الاقل في الوقت الحالي الوداد، الاصعب في الوقت الحالي سان داونز. نتكلم كوره كافراد كتكتيكس كل حاجه عندهم هم الافضل في كل حاجه في الوقت الحالي. الحاجز النفسي اللي احنا بنتكلم عليه ده مهم برضو، يعني اتكلمنا في الحاجز النفسي مهم جدا يعني اللي هو طول بس الوقت. الكابتن هاني اتكلم في الموضوع الجزء النفسي او ما يتعلق بالحته النفسيه، قال لك انت خلاص انت بتقفل الموال ده وبتبص على انك وصلت نهائي البطوله وليك هدف. انا فاهم مهما هتلعب مين، تلعب سان داونز، تلعب الوداد. هو بيتكلم على يعني انا بتكلم على النقطه ان انت ما بتفكرش ان انت اتغلبت منه 5 أيوه. وفي نفس الوقت ما تفكرش انك كسبته كمان بعد كده. أيوه. حسابات دي في الماضي. ايوه انت ليك دلوقتي لو هتلاعب سان داونز ليك حسابات معينه، ليك تكتيك معين، ليك افراد معينه، ليك تحضير معين للفرقه، فكل ده بيختلف يعني. شوف احنا لما تيجي تسال مسؤول ايوه ما يقدرش يقول لك ألعب مين؟ غلط. لما تيجي تسأل محللين هيدي لك الأضعف في الوقت الحالي. يعني
اللي انت تتمناه الاضعف. لو اتكلمنا على مقاومات ومقاومات فرقتين هتلاقي سان داونز الاقوى. ده حط على فنيا فنيا حته نفسيه. انك انت لو اتكلمت على سان داونز معانا ولا الوداد معانا من الحته النفسيه، لا انت تختار برضو الوداد. يعني في تلك المحاولتين. بس انا عشان مش مسؤول سامي لما جه اتكلم قال لك ايهما البطل كده يجي لي اي حد يلعبني. ما هو انت عشان تاخد البطوله لازم تبقى الافضل في كل حاجه. أيوه. فهتجي لك اي فرقه من الاثنين هتلعبها وهتادي وهتموت نفسك. انت الاكثر خبره، انت النادي الاهلي قوي جدا. حتى المسؤول عادل ممكن من جواه أيوة. يكون بيفضل فرقه عن فرقه بس طبعًا. ما يقدرش يعلنا. ما انا قلت كده يعني ما انا قلت كده قلت هو يتمنى يقابل مين لكن ما يقدرش يقولها. ليه ما يقدرش يقولها؟ عشان افرض لو جالك الحاجه الثانيه حتى الناحيه النفسيه اللي احنا الحاجز النفسي اللي بنتكلم عليه ده انت كمسؤول كمسؤول بتبعده عن اللعيبه والحاجات دي. لكن خلينا نتكلم في الذهن، ذهن البني ادم في طول الوقت، في ذهن لعيب الكوره في طول الوقت بيبقى عنده الحته اللي هي فيها يعني حته الحجز. انت بقى عشان محترف وانت لعيب كبير في النادي الاهلي والحاجات دي يجب انك تتخطاها، ولكن الافضل ليك انك تلعب حد تاني افضل. مش بقول لك انا خايف من سان داونز، انا على المستوى الشخصي مش عاوز العب سان داونز في النهائي، عايز العب الوداد. لكن مش في نفس الوقت انا خايف من سان داونز، انا النادي الاهلي ما بخافش من حد. ولكن في الاخر احنا بنتكلم انك انت الموسم الحالي زي مثلا السنغال سنه 98 كانت من افضل فرق افريقيا، جه الكاميرون في سنه كذا كانت افضل فرق. في اجيال بتيجي على منتخبات وعلى انديه زي مثلا اسمها الترجي. الترجي النهارده اللي يشوف الترجي مش الترجي اللي واخد البطولات قبل كده. لما تيجي مثلا تشوف الفرق اللي هي واخده البطولات المواسم اللي فاتت، كان في الفرقه اللي هي بتاعت مازيمبي، حتى مازيمبي فرقه مازيمبي دي خدت بطوله افريقيا 3 مرات او مرتين واربع، يعني مره وبعدين قعدت ومره ثانيه. هي على المركز الثاني بعد النادي الاهلي هي ونادي الزمالك 5 مرات. دي يا كابتن دي الطفره الطفره بتاعتها في الوقت اللي كان الوقت. دلوقتي بتمر بظروف صعبه. وانت النادي الاهلي بقالك 4 سنين زي ما اسامه قال الاحصائيات اللي انت بتتكلم عليها، اسامه بيتكلم احنا ما شاء الله في المره الرابعه في الفاينل، يعني احنا متمرسين احنا اقوياء. ولكن في اخر الامر انت تتمنى، انت سالتني اتمنى، انا اتمنى الوداد. الوداد. طيب كابتن اسامه، انا حاله لعيب الاهلي هي دي. انا ولا فارق معايا الوداد ولا فارق معايا سان داونز، ايا كان مين اللي هقابله في النهائي. انا اللي يفرق معايا بعد اسبوعين هيكون المباراه النهائيه. النادي الاهلي حط رجل في المباراه النهائيه، الطرف الثاني هيكون الوداد او سان داونز. مش فارق معايا مين، على قد انا فارق معايا حاله لعيب الرجلين. حط الرجلين خلاص، مش يعني رجله. خلاص حاله لعيب النادي الاهلي وقتها. انت لسه خلي بالك يا كابتن ايمن، عندك 3 مباريات في الدوري، 3 مباريات، مباراه مع انبي صح كده، مباراه مع سيراميكا، مباراه ثالثه الجيش انبي الجيش سيراميكا، 3 مباريات 23 26 29. حاله اللعيبه، الاصابات لا قدر الله اللي هتكون موجوده لو في اصابات وممكن تتسبب في غياب حد عندك انه يكون موجود في المباراه النهائيه، دي كلها عوامل انت مالكش دخل فيها. لكن عشان كده بكلمك حاله لعيب النادي الاهلي وجاهزيه اللعيبه وكل الاوراق تكون موجوده معايا. اقابل الوداد، اقابل سان داونز. السنه اللي فاتت احنا قابلنا الوداد، خسرنا النهائي الافريقي، النادي الاهلي اتظلم علشان راح لعب مباراه الفاينل، كان مباراه واحده بس كانت في المغرب. طب لو كانت ماتشين ذهاب وعوده ولعبت المباراه الاولى هنا والمباراه الثانيه في المغرب كنت اقول لك النادي الاهلي كان ياخد البطوله الافريقيه. المباراه الثانيه بتاعت سان داونز، واحنا بنتكلم عن طرفين النهائي، سان داونز السنه دي كسب النادي الاهلي لكن مرينا بظروف صعبه قبل المباراه. صح، حطينا الظروف الصعبه، لعب ماتش المقاولين، ماتش قوي، كولر لعب بكل العناصر الاساسيه. مزبوط. بطوله الدوري كان فارق النقاط قريب جدا، هدف من اهدافه اللي كان حاططها هدف اساسي السنه دي قبل بطوله افريقيا السنه دي، جهاز الفني كان من ضمن اهدافه بطوله الدوري رقم واحد بالنسبه له. مظبوط. لعب باللعيبه الاساسيه ماتش المقاولين، سافروا بعد المباراه بعد 48 ساعه بتلعب سان داونز هناك مباراه قويه جدا، وهناك
في الدوري الجنوب افريقي الفرقه مريحه، فانت رايح على فرقه مريحه، عشان كده شفنا هزيمه النادي الاهلي. طب السنين اللي قبل كده كنت بتسافر قبل المباراه بخمس ايام، لعيبه تتاقلم على الجو، على نقص الاكسجين، على الرطوبه، معاك الطباخ بتاعك وتعودت على التدريبات والاجواء، فشفنا النادي الاهلي بيعدي من صن داونز بسهوله وبيوصل للادوار اللي بعد كده. علشان كده انا بكلمك عن حاله لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات، كل الاوراق متاحه تحت كولر بعد اسبوعين، ايا كان مين النهائي مش فارق معايا خالص. انا حاله لعيبه النادي الاهلي هي بس ده اللي يهمني. دلوقتي لعيبه النادي الاهلي وصلنا ما شاء الله الفورمه هايله، نواحي بدنيه عاليه، توليفه اللعيبه بدات تحفظ بعض اكتر، حتى 4-3-3 والطريقه الجديده وثبتها كولر وبدا يلعب بيها الفتره اللي فاتت كلها، بنشوف المردود الدفاعي وعدم تلقي شباك النادي الاهلي اهداف، والمردود الايجابي في نفس الوقت ان لعيبه النادي الاهلي بتسجل، هو ده اللي يفرق. اما صن داونز الوداد الاثنين فرقتين كبار، النادي الاهلي هيحترم ايا كانت الفرقه مين اللي هيقابلها، هيشتغل باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي الكبير، وهدف من اهداف النادي الاهلي انه عايز يحقق البطوله ال11 الافريقيه في تاريخه. وعشان كده يعني برضه هقول لك مش فارق معايا مين الوداد ولا صن داونز، لا هم اللي لا هم اللي النادي الاهلي، يعني هو دلوقتي الوداد واللي هيوصل فيهم هو اللي هيبدا يفكر في النادي الاهلي. مفيش الحاجه الثانيه برضو يا كابتن ايمن، لو انت بتتكلم عن صن داونز، انت قابلت صن داونز في دوري الايه؟ مجموعات. الحسابات مختلفه طبعا في الادوار طبعا، وطريقه اللعب مختلفه. مظبوط. والدنيا يعني اتعقدت شويه في دور المجموعات بدايه مباراه الهلال السوداني اللي كانت في السودان. ليه؟ انت رجعت من كاس العالم للانديه بعد اقوى اداء ليك ووصلت للتوب فورم بتاعك، رجعت بعد يومين ثلاثة بتلعب الهلال السوداني، فانت خسرت، فدي اللي عقدت المجموعة بتاعتك. مزبوط. لكن انت النهاردة رايح المباراة النهائية، انت مش هيبقى، لا ده انت عندك شوطين، الشوط الاول في القاهرة بجماهيرك في استاد القاهرة، صح، بدعم الجمهور بتوفيق ربنا ان شاء الله تقدر بإذن الله رب العالمين تروح بقى المباراة التانية، يبقى ليها حسابات تانية. صحيح. علشان كده هرجع اقول لك برضه هأكد عليها، ولا فرق معايا وداد ولا صن داونز ولا الترجي ولا صن داونز ولا الهلال ولا اي فرقة، حالة لعيب النادي الاهلي كابتن اسامه. يعني كلنا متفقين الاساس ان النادي الاهلي هو بطل القرن او نادي القرن، وهو الرابع مره على التوالي يوصل نهائي واخد منهم اثنين وان شاء الله تبقى الثالثه. فالنادي الاهلي في النهايه يقابل اي حد، ولكن احنا كناس بتتفرج من بره في تقييم لينا في ظروف الفرقتين. ماشي. في حاجات تلاقي الوداد متفوق فيها وفي حاجات صن داونز متفوق فيها، فديجي مثلا حاجه زي العوامل الخارجيه، يعني خبره البطوله مثلا، تلاقي الوداد عندهم موضوع خبره البطوله اكتر وبيعرفوا يتعاملوا في الاجواء دي اكتر. أيوة. زي ما شفنا مثلا ماتش النهائي بتاع الاهلي والاجواء اللي حصلت. أيوة. حوالين الماتش وطريقه الجمهور والجو المحيط، فهم عندهم الخبره دي اكتر شويه. صن داونز من الفرق اللي كانت بتلعب كره جميله وكده، ما عندهمش فيه، مش انا مش عايز اقول كلمه شرص. لفظ لكن يعني من العوامل الخارجيه انا قلت لك خبره البطوله دي هتلاقيها عند الوداد اكتر. يعني مثلا زي في المباريات ممكن موضوع استهلاك الوقت مثلا. أيوة. وتضييع الوقت. أيوة. واللعب حوالين حاجات داخل الضغط على الحكم مثلا، ضغط على الحكم. صن داونز مش ما عندوش دي شويه. أيوة. فير قوي في يعني حاجه. بس يا كابتن اسامه برضه يا كابتن ايمن، ودي لازم تكون موجوده بقى في المباراه النهائيه، ما ينفعش. أيوة. جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني ما ينفعش في المباراه النهائيه اشوف 10,000. لا لا لسه كنت بكلم كابتن اسامه فيها النهارده. احنا مش هنقول بقى 40 و50، لا ده انا الساعه الكامله لاستاد القاهره. مظبوط. هو ده هيكون طبعا. ان شاء الله اللاعب رقم الله. واحد، وان شاء الله توفيق ربنا ومكسبك في المباراه. احنا لسه كنا بنتكلم فيها قبل الماتش ما يخلص. لا ده امر ضروري طبعا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يبقى الملعب مقفول. فانا بقول لك العوامل الخارجيه ممكن تميل شويه لصالح الوداد، بس تعالى بقى نقيم فنيا الفريقين وقوتهم دفاعيا وهجوميا والاحتياطي والبدلاء بتوعهم واللي ازاي يقدر يلعب الماتشين والكلام ده. صفه عامه. تعالى من الناحيه الهجوميه، صن داونز ما فيش شك اعلى متفوق طبعا، وعندهم قدرات ان يجيبوا اهداف
خارج او داخل ملعبه اكتر. مظبوط مظبوط. هنقول الارقام على فكره بعد انت ما تتكلم. دفاعيا الوداد ممكن يلعب لك باسلوب دفاعي ويتعبك ويلعب على وتلاقي النتيجه ضيقه يعني 1-0 تعادل مش عارف ايه ويخلي الماتش دي. لكن صن داونز اكتسب حاجه غير النواحي الهجوميه في المباراه الاخيره في الوداد. صن داونز لما تشوفه في دور المجموعات انا بامانه كنت بقول يعني اسهل لنا ان احنا نلعب صن داونز انا في الاول بس لما شفت ماتش الوداد الاخير في حاجه اختلفت فيهم. يعني مثلا كان اولا النواحي الدفاعيه تلاقيهم كلهم ارتداد سريع جدا ورا الكوره صح مركزين جدا ملتزمين ولعب بقوه وشراسه. حتى ادائهم الهجومي في مباراة الوداد تحس انه تأثر شوية يعني هم كانوا بيلعبوا كورة بالشكل هجومي ومندفع على طول وبيحبوا يروحوا للجون الناحية التانية بطريقة معينة ومش مركزين قوي في النواحي الدفاعية. لا في ماتش الوداد الأخير تحس فيه شراسة تحس انه بيرجعوا بارتداد سريع ورا الكورة صح. وكان عندهم غلط كبير جدا في النواحي الدفاعية ان هم بيبالغوا 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 في تناقل الكورة في مناطق خطر جدا مهما كان الموقف وانت بتضغط عليهم. مزبوط. ده في ماتش الوداد ما حصلش يعني المبالغه مع اللعبه مع حارس المرمى حتى في المواقف الصعبه كانت واضحه في دوري المجموعات كتير. مزبوط. واخطاوا كتير جدا في ماتشين الاهلي وفي ماتش الهلال السوداني وماتش وفي القطن الكاميروني كمان. ماتش الوداد ما كانوش بيلعبوا بالمخاطره الكبيره دي قوي. صحيح بيحضروا برده من تحت وكده ولكن مش بنفس الخطره اللي كانوا بيعملوها يعني حسوا خلاص ان هم قربوا على النهائي فدي هم اكتسبوها اكتر في مباراه الوداد. فهم في جانب النواحي الهجوميه هم دفاعيا في ماتش الوداد لعبوا بصوره فيها ارتداد سريع في الدفاع شراسه في الدفاع. فانا شايف من الناحيه الفنيه الى حد ما صن داونز اصعب من الوداد يعني انت لو هتدي نسبه مثلا مش هنقول 50-50 يعني صن داونز ممكن هيبقى اصعب نسبيا من الوداد ولكن مش معنى كده ان الوداد فريق سهل. انا قلت لك الوداد فريق لا الوداد فريق كويس فريق عنده عوامل حتى اللي حوالين الماتش بيعرف يعمل فهي المباراتين صعبين ولكن فنيا انا اعتقد ان صن داونز اصعب من الوداد نسبيا بس مش بنسبه كبيره. بس في النهايه انا متفق مع هاني واسامه ومعاك ومع عادل ان النادي الاهلي بطل افريقيا ونادي القرن واربع نهايات ما شاء الله متتاليه يلعب اي حد تاني مره على فكره الايه؟ تاني مرة أربعة النادي الاهلي أربعة متتالية يعني 2005 2006 2007 2008 برضه نفس الكلام حصل. ففي النهاية نلعب أي حد أهلا وسهلا إن شاء الله بإذن المهم الله. حالة اللعيبة في المباراتين إن شاء بالزبط. الله طيب تعالوا نروح نشوف مستر كولر قال إيه مع زميلنا فاروق صلاح بعد المباراة ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. تحية من كابتن ايمن شاوي وضيوف الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوكر من الجواكر المهمه جدا في النادي الاهلي خالد عبد الفتاح يسعدنا ان يكون مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والدكتور خالد الجوادي مترجم للنادي الاهلي. مستر مارسيل كولر برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الان الاهلي في المباراه النهائيه مليون مبروك فوز على فريق الترجي في المباراتين. مباراه كانت صعبه بالنسبه لك اصعب من المباراه الاولى. Das zweite Spiel war schwieriger als das erste, oder? Nein, denke ich eigentlich nicht. Das erste haben wir auswärts gespielt und die hatten auch gute Möglichkeiten. Und jetzt beim zweiten, glaube ich, wollten sie nicht viel riskieren und wir haben viel Ballbesitz gehabt. Und sie haben eigentlich gehofft, dass wir nach vorne stürmen und sie dann auf Konter spielen können. Und gut, das haben wir ihnen nicht, also wir haben nicht ihnen in die Karten gespielt, sondern haben das gut nach Hause gebracht und souverän mit Ballbesitz über die Zeit gespielt. لا مش شايف كده قوي. الماتش اللي هناك كان اصعب، كان محتاج مننا جهد اكتر وكان معانا شغل اكتر. الماتش النهارده كان هو كان الفكره كلها اللي هم كانوا بيلعبوا عليها ان هم كانوا متصورين ان احنا هنندفع ان احنا على ارضنا ان احنا نهاجم.
وهم يقدروا ان هم يلعبوا على الهجمات المرتده. انا ما سمحت لهمش بده وخليت ان احنا نحتفظ بالكره اكتر وقت ممكن، نلعب بسهوله، نلعب بهدوء، وان احنا نكسب وقت، وان احنا نكسب بدون، وفعلا ده اللي احنا حققناه، ان احنا كسبنا المباراه بسهوله جدا بدون اي مشاكل. فالماتش كان اسهل، كان حمام جالنا فرص كنا ممكن نكسب اكتر من كده، لكن لا الماتش الثاني كان اسهل. مستر كولر كان يخشى هذه المباراه وكان خايف ان اللعيبه يعني تظن ان الصعود اتحسم في المباراه الاولى، وده اللي كان عامل حسابه. بعض الاخبار كانت بتقول انه ممكن يغير في التشكيل، ولكن فضل ان هو يحتفظ بالتشكيل الاساسي عشان يوصل للعيبه ان المباراه والصعود لم ينتهي بعد. Ja, ich habe natürlich auch, es ist auch schwierig für die Spieler, wenn die Presse und die Fans alle immer schreiben, ja, ist schon gelaufen. Und ja, ich habe aber die ganze Woche eigentlich auch dagegen gearbeitet, dass das noch nicht der Fall ist, dass wir konzentriert sein müssen, dass wir gutes Spiel zeigen müssen, dass wir auch defensiv arbeiten sollten. Und nach vorne auch jede Möglichkeit ausnutzen. Und das haben wir gemacht. Wir haben leider nur ein Tor erzielt. Ich glaube, es hätten vielleicht noch zwei sicher mehr sein können. هو الامور ساعات بتبقى صعبه كمان على اللعيبه، ان اللعيبه بالذات المحاطين بالاعلام وبالجمهور طول الوقت قاعدين محسسينهم من ساعه ما رجعنا ان الماتش خلاص اتحسم، انتوا هتلعبوا فين مع النهائي مع مين، طول الوقت الاعلام قاعد وهو والجمهور يتكلم في نفس النقطه دي، فده بيبقى صعب على اللعيبه جدا انها تخرج من الاجواء دي. لكن انا بقى لي اسبوع ما بعملش حاجه غير ان انا يعني كل يوم شغال مع اللعيبه على النقطه دي، ان انا هو بيقول حرفيا بكافح ضد الفكره دي طول الوقت، وان انا اوضح للعيبه ازاي ان احنا محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا شغلنا الدفاعي والصلابه الدفاعيه بتاعتنا نحتفظ بيها، ان احنا ما نسرحش، ان احنا ما نعقدش الامور علينا، وده اللي احنا الحمد لله عملناه، قدرنا ان احنا نبقى مسيطرين على المباراه بشكل كامل، خلقنا فرص كتير، للاسف كسبنا 1-0 بس، كنت شايف ان النتيجه كانت ممكن تطلع على الاقل بجونين كمان، لكن في الاخر تاهلنا النهائي وده احسن اهم حاجه. مستر مارسيل كولر اخر 11 مباراه 10 كلين شيت النادي الاهلي، بتحرز 24 هدف، بتستقبل هدف واحد، على الرغم انك بتلعب في اربع بطولات مختلفه ما بين دوري سوبر كاس مصر دوري ابطال افريقيا، الاهلي منظومه هجوميه ودفاعيه اصبحت في غايه القوه. الاهلي ان 11 سبيلر هات 10 فون 11 كلين شيت از كاين تور بيكومن نو اين تور بيكومن ان 11 سبيلر 24 تور geschossen. Das zeigt dann, dass El Ahly auch dann von diesen 11 Spielen hat El Ahly 10 gewonnen. El Ahly ist jetzt offensiv, aber auch defensiv mächtig geworden. Ja, ich denke, dass das halt wichtig ist, wenn man vorne dabei ist. Und es gehört beides dazu. Man muss gut verteidigen können, oder die ganze Mannschaft muss gut verteidigen können. Da sind wir auf einem guten Weg und in der Offensive, da spielen wir uns auch immer viele Möglichkeiten raus und ja, machen noch nicht so viele Tore, wie wir sie eigentlich erzielen könnten. Aber wenn wir immer eins mehr machen als der Gegner, dann ist das auch okay für mich. الكورة بالنسبة لي لازم الدفاع مهم جدا زي الهجوم، مهم جدا ان انت كفرقة كبيرة تبقى عندك صلابة دفاعية، تبقى عندك قوة دفاعية كبيرة، وبحيث ان انت وانت واقف على رجلك ومقفل كويس ودفاعك قوي تقدر تخلق فرص، وده اللي احنا بنعمله، احنا بنخلق فرص كتير جدا، وللأسف ما بنجيبش جوان بالقدر الفرص اللي بتجيلنا، ده بس الحاجة الوحيدة اللي ناقصانا، لكن طالما طول ما احنا بنجيب جوان أكتر من منافس في كل مباراة فده بالنسبه لي كافي. نشكره ونتمنى له التوفيق، وباذن الله هنبارك له بعد الفوز والتتويج بطلا لدوري ابطال افريقيا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا طبعا مع مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وصعود النادي الاهلي رسميا الى المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شاوي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. شفنا المستر كولر كان بيتكلم على الاحداث اللي حصلت بعد المكسب بتاع تونس، وعشان خاطر الكابتن عادل حقول مستر كولر قال ايه؟ ايوه، ان هو قعد خلال الاسبوع دوت كان في نغمه في الصحافه او الاعلام وصل للاعيبه النادي الاهلي ان هم خلاص المهمه بتاعتهم انتهت وبقت سهله ووصلوا للدور النهائي. على فكره ده شيء يحترم، حاول بقدر الامكان يشتغل على اللعيبه ان لا لسه في شوط تاني، احنا كسبنا الشوط الاولاني بس ده وضع طبيعي، كسبنا الشوط الاولاني في شوط تاني لسه ما حسمناش الامر بنسبه 100%،
الافضليه لينا، ولكن هو قال ان هو قاعد يشتغل على الحته دي علشان اللعيبه ما تهداش وتفتكر ان هي وصلت بنسبه كبيره او بنسبه 100% للمباراه النهائيه. اتكلم فيها، اتكلم على ان هو قال يعني للاسف احنا كسبنا 1-0 النهارده، كنا نتمنى نكسب اكتر من كده، جات لنا بعض الفرص ولكن ضاعت، كنا نتمنى ان احنا نجيب اكتر من جول 2 و3 ونحقق مكسب كبير، ولكن تاهلنا بمجموع المباراتين. اتكلم بصفه عقلانيه جدا برضو عن الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه على فكره، خليني بقى انا هتكلم مع ضيوفنا طبعا على الفتره القادمه، بس خلينا قبل ما نتكلم على الفتره القادمه نروح مره تانية لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن خالد عبد الفتاح. من جديد ده بجد التحية من الكابتن ايمن شاوي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوكر من الجواكر المهمه جدا في النادي الاهلي خالد عبد الفتاح، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء. خالد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. خالد انضم للنادي الاهلي في شهر يناير، خلاص خالد مع الاهلي في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، حققت مع النادي الاهلي سوبر، حققت مع النادي الاهلي كاس مصر، وبتطمح اكيد يا خالد ان انت تفوز بدوري ابطال افريقيا. اعتقد امور كتير جدا تمثل لك كتير وانت في بدايه انتقالك للنادي الاهلي، هتلعب المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. مرحب بيك جدا طبعا قناه الاهلي وضيوفنا الكرام. الحمد لله اول مره نهائي افريقيا، خدت سوبر وكاس، ان شاء الله تبقى ثالث بطوله باذن الله يعني. شايف انك تلعب مباراه نهائيه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، جماهير النادي الاهلي متعوده على هذا الامر، لكن اكيد طموح وتحدي كبير جدا يا خالد. طبعا تحدي جديد ونهائي وبطوله افريقيا وماتش ان شاء الله، ماتش نفكر الاول في ماتش اللي هنا في مصر ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه، وبعد كده نفكر بقى في الماتش العوده. اهم الامور يا خالد اللي اتكلم فيها مستر مارسيل كولر معاكم، كان بيخشى ان انتوا الفريق يفتكر ان احنا خلاص حسمنا الصعود من المباراه الاولى، المباراه الثانيه كانت مباراه صعبه، مستر مارسيل كولر اكد ان الشوط الاولاني انتهى 0-0 وكان طالب منكم ان احنا نفوز في هذه المباراه، وده اللي تم بالفعل يا خالد. ده اللي تم طبعا الحمد لله. حذرنا قلنا 3-0 نتيجه خداعه، تحس ان الماتش خلص والمكسب جه وهتفكروا في النهائي، دي اللي هتبقى مشكله يعني. لو فكرنا في النهائي قبل ماتش النهارده كانت هتبقى مشكله. الحمد لله ركزنا وكسبنا وسهلنا الامور على نفسنا بجون هنا، الماتش خلص الحمد لله بمكسب زي الفل الحمد لله. يمثل ايه لخالد عبد الفتاح ان مستر مارسيل كولر شايف خالد واحد من اللعيبه الجوكر بالنسبه له في مركز الظهير الايمن الظهير الايسر قلب الدفاع، واحد من اللعيبه اللي بيدي لمستر مارسيل كولر حلول ومرونه تكتيكيه؟ حاجه كويسه جدا ان اللاعب يحس ان المدرب واثق فيه يعني، فدي بتوصل لك انت ثقته، واحنا بنتمرن بقى وبنجتهد واي حته نلعب فيها الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن في الاستوديو موجود طبعا مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن هاني رمزي والكابتن اسامه حسني مع الكابتن ايمن شوقي. كابتن عادل كان بيشيد بخالد عبد الفتاح قبل انضمامه للنادي الاهلي، واضاف وقال انه واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي عملها في الفتره الاخيره. الحمد لله كل التحيه ليهم طبعا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنه ولسه ما عملتش حاجه يعني، انا لسه ان شاء الله اللي جاي خير. وليه كلمه لجماهير النادي الاهلي، خلاص احنا عندنا لسه 3 مباريات في الدوري قبل مباراه النهائي ان شاء الله، تقولي للجماهير على دعمهم خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه باذن الله؟ خالد مصر كلها شافت دعم الجمهور والاستاد كان متقفل ازاي، وده بان على اداء اللعيبه ازاي، فهي الكره للجماهير ديت حاجه ان شاء الله يعني تبقى موجوده والاعداد تزيد واحده واحده، وشكرا ليهم طبعا، هم داعم وسند طبعا النادي الاهلي طبعا. شكرا يا خالد، وباذن الله نبارك لك بعد الفوز والتتويج بالبطوله باذن الله. تسلم، الله يبارك فيك، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع خالد عبد الفتاح، واحد من اهم اللعيبه اللي انضمت مؤخرا للنادي الاهلي. مليون مبروك للنادي الاهلي، الان نحتفل، النادي الاهلي الان صعد الى المباراه النهائيه، ولكن دايما يا كابتن ايمن زي ما متعودنا من حضراتكم متعودنا دايما على مدار تاريخ النادي الاهلي احتفالنا بيكون بعد التتويج ان شاء الله بالبطوله باذن الله. النادي الاهلي يتوج بالبطوله ال11 لدوري ابطال افريقيا بمشيئه الله، سواء الاهلي لعب صن داونز او الوداد، هننتظر باذن الله الاهلي من يلاقيه في المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. طبعا فاروق برضو اتكلم ومستر كولر واللعيبه ان النادي الاهلي عينه على البطوله،
النادي الاهلي من بدايه المشوار حتى برغم بعض الهزيمه او هزيمتين، النادي الاهلي عينه على البطوله برغم الهزائم دي او برغم الهزيمتين دول. الهزيمتين كانوا قدام الهلال السوداني وكانت هزيمه مفاجاه، والهزيمه امام صن داونز. ناس كتير جدا شككت في ان النادي الاهلي هيكمل، ناس كتير جدا، وناس كتير جدا كان عندها الامل ده، ولكن هما ما يعرفوش النادي الاهلي او يعرفوا وكانوا بيعملوا تجاهل او بيعملوا تعتيم على ان النادي الاهلي مش هيقدر يكمل. كان ليهم اغراض يعني، ولكن اللي انا عايز اقوله ان لو فرقه تانية مكان النادي الاهلي في الظروف دي وبتلعب في اكتر من مسابقه وبتروح كاس عالم الانديه وترجع تلعب في بطوله افريقيا وبعدين تلعب في الدوري وبعدين تلعب يتحط لك ماتش كده قبل ماتش سان داونز بيومين، ماتش المقاولين العرب، وتروح 18 ساعه ولا 19 ساعه طيران تروح لجنوب افريقيا وتلعب سان داونز ويحصل لك الهزيمه المفاجاه بصوره مش كويسه، دي تعمل احباط لاي فريق، لاي فريق على المستوى اللي احنا فيه، المستوى الافريقي او المستوى المصري كمان. احنا بنشوف فرق بتخرج من كاس مصر وفرق بتخرج من بتلعب ماتش ولا ماتشين وبتخسر، فرق المفروض المفترض ان هي كبيره، النادي بيتقلب ويقعد ومش عارف مين يمشي ومين يجي ومدير فني يطلع ومدير فني يجي ولاعيبه تسيب النادي الاهلي تماسك بفضل ربنا طبعا وتوفيق ربنا في البدايه، جماهيره والمنظومه اللي بتحكم النادي الاهلي. النادي الاهلي من بعد ماتش سان داونز، من قبل ماتش سان داونز، من اول الاتحاد المنستيري، اول مباراه لعبناها قبل دور المجموعات، النادي الاهلي عينه على البطوله. لما الصعوبات زادت بعد ماتش سان داونز، بعد ماتش الهلال وماتش سان داونز، زادت الدوافع عند اللعيبه. لو نادي تاني كان اتاثر نفسيا، كان اتاثر برضه في نتائج المباريات. وعلى فكره النادي الاهلي ما بيلعبش بس في بطولة أفريقيا. نادي الأهلي كان بيحارب في أكتر من جبهة. نادي الأهلي في الفترة دي جاب 3 بطولات. في الفترة اللي من بداية الموسم حتى الآن جاب 3 بطولات. نادي الأهلي اللي بقاله فترة ما لعبش مباريات في الدوري وعنده مؤجلات كتير حتى الآن في المركز الأول. وهو الأقرب بمشي عشان برضو الناس اللي بتقول ان البطوله حسمت، لا لم تحسم، ولكن انا بكلمك على الصعوبات وعلى ان النادي الاهلي بيحارب اكتر من جهه، بيحارب اكتر من جهه، ومع ذلك متفوق في جميع الجبهات حتى الان. عندك بطوله دوري، خدت كاس سوبر، بدات بكاس سوبر كسبت الزمالك، وبعدين خدت كاس مصر كسبت بيراميدز، خدت كاس سوبر بيراميدز مره ثالثه، واخد 3 بطولات، مكمل وصلت للفاينل. الجماعه اللي كانت بتشكك بعد ماتش سان داونز، وصلت للفاينل، في بعض الظروف ساعدت، لكن انت كمان ساعدت نفسك، انت نمره واحد. اللي كانوا بيقولوا مش عارف اطهر الطاهر لولا البينالتي، ولولا البينالتي ضاعت، طب ما انت البينالتي ضاعت كان ممكن النادي الاهلي يضيع نقط بعد كده. وانت لما كسبت هنا 3-0 ما قلتش ليه ان النادي الاهلي وصل لما كسب الهلال 3-0 وكسب القطن الكاميروني 4-0؟ ومحمد هاني ضيع، ما ده كان تحدي. ما انا مش عايز اقول بقى محمد هاني ضيع بينالتي، انا قلتها في الانترو على فكره، بس انا لان محمد هاني مش عايز اعمل زيهم اللي اقول لك ركله الجزاء، لو جت ركله الجزاء مش عارف، بس النادي الاهلي اشتغل على نفسه والنادي الاهلي كسب، ما كانتش ركله اطهر الطار هي بس اللي وصلته، ولكن شغل ومجهود وتعب المنظومه ككل بفضل ربنا وتوفيقه وعامل الجماهير هو اللي وصل النادي الاهلي انه يصل للمره الرابعه على التوالي لنهائي بطوله افريقيا. الحاجه الثانيه، معلش يا كابتن ايمن، عشان دور الكابتن هاني يتكلم، لما يبقى عندك اداره كابتن عادل فاهمه، ربنا يوفقك في القرار بتاخده في بدايه الموسم باراحه اللاعبين، علشان لما تيجي تحط الورقه قدامك كده وتشوف البطولات اللي انت بتشترك فيها وتلاحم المواسم، كان النادي الاهلي بيفتقد لحته فتره الاعداد بقاله 3-4 سنين والراحه، فبتيجي تريح اللعيبه الكبيره عندك، بتطلع بعض الناشئين عشان يلعبوا، علشان بستعد لموسم جاي
الحمد لله لحد دلوقتي النادي الاهلي بيحقق العلامه الكامله فيه بثلاث بطولات وبيوصل للمباراه النهائيه وان شاء الله ورابع تكمل عالم. تكمل ورابع عالم ورابع وتكمل عالم. بالمباراه النهائيه في دوري الابطال بإذن الله رب وبالدوري باذن الله ويكون موسم استثنائي علشان كده لما يبقى عندك اداره واعيه والله كابتن مش استثنائي ده العادي بتوفيق ربنا انها تاخد قرار في صالح الفريق وكمان انت بتتكلم على الموسم اللي جاي ما انت مش بتخطط دلوقتي انت تخطط الموسم اللي جاي كان في بطوله العربيه كنت ممكن تشترك وفي اغراءات ماديه كبيره بتعتذر عنها علشان عندك برضو دوري السوبر الافريقي تجهز له فتره اعداد بتكون مهمه لله علشان برضو موسم تاني صحيح فده برضو واحنا بنتكلم عن النجاحات واللعيبه والجهاز الفني انت بتقول ان عندك اداره واعيه فاهمه في الكوره اداره في الكوره فاهمه ازاي بتخطط لمستقبل الفريق صحيح طيب كابتن هاني انا بحب قوي اتكلم عن الارقام الارقام ساعات بتديني انطباعات عن الحاله اللي بيتواجد عليها الفرق في الوقت اللي راهن او الوقت اللي احنا فيه خلينا اكلمك على البدايه بدايه النادي الاهلي وبعدين نتكلم على ارقام كل فريق مشوار النادي الاهلي في البطوله ابتدى بالاتحاد المنستيري في تونس كسبنا 1-0 والنادي الاهلي اكد تفوقه في مصر وكسب 3-0 على فكره النادي الاهلي بدا ب 4-0 اتحاد المنستيري مجموع المباراتين المباراتين بس كانوا مختلفين الاول كان في تونس 1-0 والثاني في مصر 3-0 مع الترجي هو نهى مع الترجي بنفس النتيجة. نفس النتيجه ولكن معكوسه 3 هناك و1 هنا ماشي الجوله الثانيه اللي هي بقى دور المجموعات ان بدا بالخساره من الهلال السوداني 1-0 تعادل مع سان داونز في مصر 2-2 وبعدين كسب القطن الكاميروني في مصر 3-0 وبعدين تلقى خساره من سان داونز في جنوب افريقيا 5-2 بعد كده نادي الاهلي كسب القطن الكاميروني في الكاميرون 4-0 كسب الهلال السوداني في مصر 3-0 كسب الرجاء بطل المغرب في مصر 2-0 تعادل مع الرجاء بدون اهداف وكسب الترجي التونسي ذهابا وايابا 3-0 و1-0 نادي الاهلي احرز 24 هدف عليه 8 اهداف والاهداف اللي تلقاها في 3 مباريات فقط من فريقين سان داونز والهلال بالظبط طيب يعني علشان نتكلم بكل امانه ويمكن هعقب على الارقام ديت لكن تأكيدا كمان للأرقام يا كابتن أيمن أنت بتتكلم من النادي الأهلي الناس لازم تفتكر أن كان وصل الأمر أن يعني مش هقول التشكيك ولكن الحسابات على الورق بتقول أن النادي الأهلي هيخرج بنسبة 80% مش هيكمل البطولة في دور المجموعات نتيجة طبعا الهزيمة المفاجأة من الهلال وطبعا من سان داونز لكن اللي بيتكلم اصل ده سبب يعني ما فيش عشان واحد ضيع ضربه جزاء يكون هو ده سبب في صعود نادي هو هو خلي بالك لكل مجتهد نصيب وان صح. ربنا بيرجع لك الفرصه مره تانية ده نتيجه اجتهادك مزبوط. ونتيجه شغل كبير جدا والاهم من كده انك هتستغل الفرصه دي ولا لا ما كان ممكن جدا الاهلي انا عارف يعني خلي بالك الهلال كان عنده اكتر من فرصه بالظبط انت بتتكلم انت لازم تكسب الهلال هنا في القاهره اي 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 نتيجه تانية غير الفوز كان هيبقى عندك مشكله بتكسب الهلال 3 فانت الفرصه اللي بيجي لك وفرصه تستحقها ربنا بيرجع لك تاني الامور ما بين ايديك استغلها النادي الاهلي افضل استغلال مزبوط. فدي نقطه بس عشان ما نتكلمش فيها تاني ان هو قطر الطار والناس اللي بتقعد تتكلم هو سيناريو وده وارد في كره القدم السيناريو نفسه رجعك تاني للبطوله فانت استغليت دوت واستفدت بيه اقصى استفاده على مستوى المباريات النادي الاهلي 12 مباراه 24 هدف بلس وعليه 8 اهداف 8 اهداف دول من خلال زي ما بتتكلم مباراه سان داونز ومباراه الهلال السوداني عامة الأرقام ما بتدكش باسيفيك يعني ما بتدكش حاجة انطباع حقيقي لا بتديك شكل عام بالظبط ازاي انت عندك بعض النواقص في اقول لك النواحي يعني الدفاعية لو كان في أهداف كتير أو نواحي هجومية لو كان في أهداف هي بتديك
جزء من استراتيجي اللي ممكن المدير الفني يشتغل عليه الفترات بالزبط. اللي جاية. مش هتكلم على المباراة النهائية لأن المباراة النهائية كمان أسبوع، وبالتالي أنت ما بتقدرش تطور الأرقام ديت غير بعد فترة طويلة. يعني أنت ما بتجيش إحصائية كده ده النادي الأهلي مثلا 24 هدف عليه 8 يبقى احنا متفوقين هجوميا فاحنا لازم نكسب 2-3. الامور ما بتحسبش كده. الارقام بتديك بيانات عشان تشتغل بيها على المدى الاطول شويه. فده جزئيه مهمه جدا. لكن من خلال الارقام ممكن نقول ان النادي الاهلي حتى في دور المجموعات كان هو عدد الاهداف اللي دخل فيه هو مجموع كبير، عدد كبير، ولكن بتيجي على النوك اوت على الماتشات الإقصائية خروج المغلوب مظبوط النادي الأهلي لا بيتمسك بشباكه النظيفة وبيحرز أهداف بشكل كبير جدا. بيرسي تاو على فكرة هو لغاية دلوقتي أكتر واحد في دوري الأبطال مساهمة في الأهداف، خمس أسيست وأربع أهداف بتسعة أحرزهم بيرسي تاو بالظبط. فهو أفضل واحد في المجموعة دي، والأرقام دي مهمة جدا علشان كمان دي بتدي ثقة للعيب وبتدي ثقة للمجموعة اللي حواليه. فعايز أتكلم إن لغة الأرقام مش هي اللي هتودينا أو هي اللي هتقولك إحنا ممكن نعمل إيه في المباراة اللي جاية، سواء بالإيجاب أو بالسلب على مستوى الهجوم أو على مستوى الدفاع. المباراة أو المباراتين اللي جايين ليها حسابات خاصة، حسابات مختلفة، حسابات على مستوى الفني. الفرق ما بين فريق الوداد وفريق صن داونز ده ليه شكل تلعب بيه وده ليه شكل تلعب بيه. المهم في المباراة الأولى بعض الناس تقول لك الأهلي أي فرقة لازم على الأقل تكسب 2-0، مهم إنك تكسب 2-0 وهتبقى نتيجة كويسة، ولكن دي برضو مش هتحقق لك الأريحية في المباراة الثانية. أنا بتكلم بكل أمانة، سواء لو كنت هتلعب في الوداد أو هتلعب في صن داونز، الأمور للمباراتين معقدة جدا على المستوى التكتيكي. في بعض المباراة الأولى هتديك ملامح المباراة التانية تشتغل عليها ازاي. لو كسبان بشكل كويس هتديك شكل معين تكتيكي تشتغل عليه المباراة التانية، لو الأمور معقدة هتديك شكل مختلف خالص للمباراة التانية. فكل دوت أرقام وكل دي إحصائيات، ولكن يبقى طبعا المباراتين اللي جايين بحساباتها سواء أمام الوداد أو صن داونز. خلينا نكمل برضو كابتن هاني. صن داونز من بداية البطولة أحرز 35 هدف عليه 10 أهداف، الوداد المغربي أحرز 15 هدف وعليه 4 أهداف. كابتن عادل، لو اخترنا رجل مباراة اليوم، يعني أنا شايف إن هو من الناحية الدفاعية للنادي الأهلي وفي نص ملعب، أول مرة أقول الكلام ده، كنت عاوز أختار أكتر من لاعب، ولكن النهاردة أنا أديها لعلي لطفي برغم أنه لم يختبر. لم يختبر بس أديها لعلي لطفي، يعني مجاملة ولا مجاملة. يعني أتمنى لأنه طول الوقت إحنا يعني بنلعب الشناوي على طول وهو بيقعد فترات طويلة أول ما بيلعبش، فأتمنى أنه هو يبقى جاهز الأيام الجاية دي إن شاء الله. لأن عندنا ماتشات كتير قوي وفي صحيح. صعوبه احنا في نهايه موسم وفي اصابات كتير، فاتمنى ان علي لطفي يبقى كويس الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، عشان كده انا بدعمه مش اكتر يعني. ماشي. كابتن اسامه. حسين الشحات طبعا صاحب الهدف، ادى النهارده اداء رائع، حتى طريقه تعامله مع الهدف بيرستاو لما حطها له قطع في مساحه جيدة واستلامه للكرة فتحت منه شوية، اتعمل كمان بذكاء مع الكرة وحارس المرمى طالع. فالنهاردة اعتبر رجل المباراة حسين الشحات. طيب كابتن أسامة. يعني هو أقربهم حسين الشحات من وجهة نظري، رغم ان برضو ديانج عمل جهد كبير ومحمد عبد المنعم وطبعا اكتر من لاعب، بس يمكن حسين الشحات زي ما أسامة قال عامل جبهة كويسة ناحية الشمال وجاب جون من زاوية صعبة جدا، فدي ترجحه شوية عن بقية زمايله. يعني كابتن هاني لا ما فيش شك حسين طبعا. حسين طبعا يعني لو هتتكلم على مستوى الأداء على مستوى الفني مش هتلاقي اللعيب في النادي الأهلي فارق عن التاني قوي. يعني الفرقة كلها تقريبا ليفل واحد، ما فيش حد فارق قوي، كله ليفل واحد ليفل جيد يعني بالزبط. كل اللعيبه بتأدي بشكل جيد، لكن اللي بيعمل الفروقات الاهداف المؤثره، وكان هدف مؤثر زي ما بقول لك الهدف في الدقيقه 20
توقيت مثالي للنادي الاهلي ان هو قتل المباراه. حسين بيتواصل في ادائه الجيد جدا وتسجيل اهداف، وكمان ضيع هدف كان ممكن يسجل الهدف الثاني، وبالتالي حسين الشحات طبعا بالنسبه لنا رجل المباراه يعني. اذا حسين الشحات هو رجل المباراه اليوم بالاغلبيه، يعني هنا الاغلبيه هي الديمقراطيه. اذا الاغلبيه في ديمقراطيه هنا. انت ما قلتش رايك. طيب هنا ديمقراطيه، انا بختار برضو حسين الشحات كابتن، وكلنا بندعم طبعا علي لطفي. طبعا كلنا بندعم علي لطفي طبعا، مفيش شك. ولكن هو حسين الشحات هو رجل مباراه بندعم عادي وبندعم عادي بس انتوا اختلفتوا قلتوا كلهم زي بعض. طبعا علشان كده انا اخترت مين. طبعا انا اخترت اللي ينفعني. نروح لفاصل، نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس للحديث عن الحياه التحكيميه. انتظرونا.